احد. احمدك ربي حق حمدك، واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكه، واصلي واسلم وابارك على صفوة خلق الله، على سيد الاولين والاخرين، على الرحمة المهداة الى الخلق اجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى ازواجه امهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر والهى، وان ما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، رسالة اليوم الى اللسان. اللسان، وليه اللسان؟ لانه هو الاساس في الجسم. حديث رواه الترمذي: اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها، كلها الايد والدماغ والرجل والودن تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني ايه؟ يعني تذل وتخضع له، تقول اتق الله فينا يا لسان، اتق الله فينا، فانما نحن بك، احنا ماشيين وراك تبعك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. ازاي؟ ما صح. هو انت لو شتمت واحد وسبيته وضربك، الضرب هيقع على فين؟ على وشك وعلى جسمك. طب هو جسمك، هو انت اللي شتمت، مش كده؟ تعال على واحد والعياذ بالله لسانه كفر بيه وسب دينه وعمل البلاء، هيتعذب في جهنم. ايه؟ هيطلع بره جهنم ويحط لسانه في جهنم يتعذب بيه؟ لا، ما هيخش بجسمه. يبقى الاعضاء كلها تذل وتخضع له، تقول اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. عشان كده انا بوجه رسالتي النهارده ليك يا لسان. انت تعرف اللسان ده اسمه ايه في علم الترابيه؟ الترابيه اللي هم بيدفنوا، مسمين اللسان العقرب. العقرب لما يجي مثلا ايه، انت عايز تدفن ميت وبعدين مفيش مكان، فهتعمل معضمه، حاجه اسمها معضمه. معضمه يعني يجي التراب يزق الايه، العظام اللي موجوده اللي اندفنوا قبل كده علشان يفضي مكان لميت جديد هينزل. يوم الترابيه يقولوا البعض: يالا خلي بالك من العقرب، يالا خلي بالك وانت بتعمل المعضمه من العقرب، خلي بالك يالا من العقرب اللي هو اللسان. ليه؟ بيقول لك اما بينشف بيبقى زي الشوك كده، تيجي تعمل كده يشوكك، فخلي بالك يالا من العقرب. سبحان الله. شوف، على فكره هو مش وحش اللسان ده، والله ده اللسان ده كله خير، بس احنا للاسف اللي بنستخدمه غلط. وصدق الله القائل في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ليه؟ لأن هو أكبر نعمة، لأن باللسان ده يعني شوف، الله عز وجل هو الخالق، ما هو مدام خلق ربنا بيخلقش الشر، لا بيخلق خير، إحنا اللي بنعمل الخير ده وبنقلبه شر. الله عز وجل يقول سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ركبك، بصوا التركيبة اللي احنا فيها دي. خلق الله عز وجل اللسان جوه البق وعمل له الشفايف اهو. يقول الله عز وجل سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وفي قراءة: فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة إلى آخر. الله عز وجل جمع اللسان، خلق اللسان وجعل الشفايف. ليه؟ اللسان مخلوق لوظيفتين اتنين. الوظيفة الأولى إنك تتكلم بيه، تتكلم يخش جوه يقفل هنا يعمل كده مع اللسان، تتفتح كده وتعمل كده تطلع كلمات، تطلع كلمات. سبحان الله العظيم. لو تتخيل كده ان لسانك جرى له حاجه، او ما عرفتش تتكلم عشان تشوف النعمه بس، وعايز تقول لواحد حاجه، اقعد اشرح له بقى كده. عايز تقول له ايه؟ ان يروح الموضوع الفلاني ده ويجيب لك، شوف بالله عليك هتعمل ايه؟ اشرح بقى، اشرح بس ما تتكلمش بلسانك. قول لي بقى عايز ايه؟ اروح فين؟ عند مين؟ اجيب لك ايه؟ كام؟
طب شفت ازاي؟ عشان كده ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، دي نعمة من الله عز وجل علينا بها. وفي سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وفي قراءة للعالمين سورة الروم. يبقى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، دي آية من آيات الله. شوف الناس، بصوا انت في الكعبة كده كله عمال يرطن اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم يا ربي مش عارف، وده بيقول ايه وده بيتكلم بايه وده بلغة ايه وده بلغة ايه، وسبحان الله انت ما تعرفش ما بيقولوا ايه، ويمكن هم مش واخدين بالهم انت بتقول انت كمان، لكن تعال على اي واحد قول له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقول لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر. شوف تحية الاسلام هي اللي جمعتنا. لكن ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. طب يبقى نعمة من نعم الله، الله تبارك وتعالى امرنا ان نحفظ اللسان، ونخلي بالك انا عطيلك نعمة، والله نعمة كبيرة فعلا، لان هنشوف دلوقتي لما تتكلم بالخير وتقرأ قرآن وتسبح وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة مش هتخش الجنة؟ بايه ايه اللي دخلك؟ اهو اللسان برضه. لما تسب دين وتكفر بالله وتشتم وتقل ادبك يبقى والعياذ بالله جهنم، يبقى برضه دخلت بايه؟ فخلي بالك احفظ لسانك خليه في الخير. الله تبارك وتعالى يوضح عندما قال سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤولا أصلا ما دام أعطاك نعمة هيسألك عنها، وقفوهم إنهم مسؤولون. تعال تحاسب، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سورة الأعراف، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، سورة الحجر. يبقى هتسأل عن كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيك. أكبر نعمة ده اللي الأعضاء كلها بتزل له اللسان، تعمل فيه إيه بقى؟ قال الله عز وجل سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ما يلفظ من قول ما فيش